وفي الختام نشكر أولا الحضور الكريم على تقشمه الصعاب وعلى مداخلاته الجميلة والرائعة، والشكر موصول كذلك للأخوة الباحثين الذين بذلوا جهدا مضنيا ومثمنا ومقدرا، وإن شاء الله تعالى هذه الندوة تكون كما يقال قنديلا أول إن شاء الله تتبعه قناديل أخرى تضيء سماء هذه الولاية علما وثقافة وفكرا وتراثا، وبإذن الله جميعا نتعاون على ذلك، لأننا كلنا تضمنا هوية واحدة هي هوية عمان، نسعى جميعا إلى تجلية هذه البلاد الجميلة ونسعى إلى إظهارها إظهارا يليق بها. أتلو عليكم أيها الحضور المبارك أهم التوصيات التي انبثقت عن هذه الندوة. أولاً العمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت في أسماء بعض قرى ولاية المصنعة في المصادر والمراجع المتنوعة، إدراج أسماء قرى الولاية التي لم تذكر في التعداد السابق ورصدها في التعداد القادم، الاهتمام بالتاريخ المروي للولاية وتوثيق شهادات كبار السن ومشاهداتهم لتكون مصدراً آخر يحفظ التاريخ ويفيد الباحثين، ضرورة توثيق سير العلماء السابقين والمعاصرين وتوثيق جهودهم العلمية والعمل على نشرها لتعميم الاستفادة منها، تسمية عدد من المعالم العلمية في الولاية في ولاية المصنعة باسم بعض أعلامها تكريماً لهم ولإنجازاتهم المتنوعة ولتذكير الأجيال بسيرهم الزاكية، القيام بالمزيد من الدراسات والبحوث حول المصادر والمراجع والمؤلفات التي تحدثت عن المصنعة وتحليلها للحصول على أكبر قدر من المعلومات التي تكشف عن ملامح الحياة المختلفة عبر مراحل التاريخ المتعاقبة، مع التركيز على الجوانب التي أغفلتها المصادر الأجنبية كالحركة العلمية وإبراز الأعلام المؤثرة وأهم الصناعات، السعي لإبراز أهم ما كتب عن المصنعة في الوثائق الهندية نظراً لوجود الجاليات الهندية والتجار الهنود في المصنعة على فترات مختلفة ولا سيما ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، إيجاد مادة تعليمية عن تاريخ المصنعة مأخوذة من مختلف المصادر وصياغتها بأسلوب شيق وجذاب وتقديمها للناشئة حتى تكتمل الصورة التاريخية للمصنعة، التوسع في دراسة تاريخ الولاية الملاحي والعمل على إصدار مادة موثقة علمية تزيد من الرصيد التاريخي العام للسلطنة، جمع سير نواخذة السفن وصناعها والتعريف بهم، العمل على إقامة مركز تعريفي بالتاريخ البحري للولاية من خلال عرض نماذج للسفن وصناعتها والوثائق المتعلقة بها ليكون قبلة للسياح والزائرين للولاية، الحفاظ على أحرام المعالم الأثرية من التمدد العمراني، استخراج صك وملكية لكل من المعالم الأثرية من وزارة الإسكان، عمل لوحات إرشادية على طول الشارع العام للتعريف بالمعالم الأثرية وتشجيع السياح على زيارتها، تعاون المؤسسات المعنية مع وزارة التراث والثقافة لوضع خطة زمنية لترميم معالم الولاية، التعاون مع وزارة السياحة والجهات ذات الاختصاص وكذلك الشركات السياحية والفنادق المجاورة بتوجيه السياح لزيارة تلكم المعالم، إحياء تلك المعالم من خلال إقامة المناشط والفعاليات الثقافية بالقرب منها، تعريف الجيل الناشئ وطلاب المدارس على القيمة التاريخية لتلكم المعالم من خلال إقامة زيارات لها، تتبع النصوص المخطوطة والمطبوعة التي تحدثت عن المصنعة وإجراء دراسات معمقة ومركزة تعتمد المقارنة والتحليل لتخرج بمعلومات أدق وأوفر عن هذه الولاية، توجيه الباحثين إلى دراسة هذه الولاية العريقة تاريخاً واقتصاداً وثقافة واجتماعاً وتشجيعهم على ذلك وتذليل العقبات التي تقف في طريق بحثهم ودراساتهم. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.